أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تعريف من عرف الشرك بأنه صرف شيء لغير الله فيما هو من خصائص الله، فهل هذا التعريف صحيح؟ مجمل، هذا تعريف مجمل، ما يكفي، هذا لا يكفي. الشرك هو عبادة غير الله، هذا هو التعريف الصحيح الواضح اللي ما فيه لبس، هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، الذبح أو النذر أو الدعاء أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. نعم.